ابو ناصر والله نسيت اصور العزومه يا ولد. بالله عليك والله نسيت اصور للمتابعين ان ابو ناصر كثر وجهي كثر. والله نسيت اصور العزومه يا ابو ناصر. مو منك ابو عمر، من المحتوى اللي قايل لي اياه. في احد يقول بالله عليك اسالني سؤال، ايش افضل ثلاث اكلات تاكلها؟ ابو ناصر بالله ايش ما تحسيني في سنابي. بالله ايش المحتوى هذا؟ انت انا بقول لك اني احب الملوخيه يا اخي. طيب ترى المره الجايه تودي بقعد امر حابب تحكي احلامي. الله لا يحييك. بس اصحى توديني اخر مره جيت الرياض انت قلت لك انا لا تجي الرياض لين ادق عليك الجاي الحين. اصحى توديني الملوخيه اللي في البخاري تقوى. لا ابغى شيء مختص. الى تاري متى حيرجعون اهلك ان شاء الله؟ ما لك علاقه شلون داخليه اتوقع. اركب السياره. تعرف ترك تحجز طياره وتروح جدة؟ تعرف ولا احجز لك؟ والله احجز لي بعد بكره من اغلق. ابو ناصر كثر الله خيرك. بالعافيه. الموعد الساعه كم؟ 8:30 ان شاء الله. تمرني؟ اي ان شاء الله. طب بطلب منك طلب. اي الشنطه. هذه الشنطه ابغاك توديها غسيل كوي في اغراضي جوا. وجيبه وانت جاي. يا ابو ناصر عشان يضيف الفندق غالي يا ابو ناصر. الذهب يكوي وغسل ب70 ريال. اشتري لي ثوب جديد احسن لي. فيها اغراضي عاد الله. انا غازي وراكب مرسيدس. والله يا ابو ناصر انت خوي. بعدين اطلبك طلب. يوم تدي المغسله حط شطه وروح. ما يحتاج تسال وش فيها وش ما فيها. ترى دي والله حتى سؤال السباحه جبت. تكفى. الله تدعى. ابو ناصر دراش ايش فيها؟ دراش ايش حصل غيره؟